السلام عليكم. فيديو النهاردة هو يعتبر نظري شوية، هنتكلم فيه عن فكرة مهمة جدا، وهي فكرة ان الموقع بتاعك يكون accessible، او هي حاجة بتقع ضمن مفهوم يسمى ال accessibility. الفكرة ان الموقع بتاعك يكون عنده القابلية ان الناس اللي عندهم ضعف في السمع او ضعف في النظر او عندهم اي اعاقة حركية او اي اعاقة من اي نوع يقدروا يستخدموا الموقع بتاعك. فالفكرة هنا ان انت تحسن من تجربة المستخدم بتاعة الموقع وتخليه متجاوب او قابل ان الناس اي حد يقدر ان هو يستخدمه، بل بالعكس في بعض الدول بيجبروا المواقع ان هي تلتزم بالقوانين دي. والموضوع ده مفيد وهو مش صعب، انا يمكن استخدمته مرة او اتنين بشكل عملي في حياتي في الوطن العربي، يمكن مرة او اتنين، فانا هعرفك عليه. ولو لا قدر الله جالك شغل مثلا فيه، فهو الموضوع هتقرأ مثلا فيه ابحاث، هتقرأ فيه مقالات، ايه فايدته، استخدمه امتى. لان الويب اكسسبل مثلا، او الويب اكسسبيلتي لو هنتكلم عنه ممكن نعمله كورس مخصص لكل حاجة دي، لكن انا هديك الفكرة العامة، وانت الهدف من الدرس ده ان انت تفهم ايه ده وتعرف امتى تستخدمه، وتعرف ان هو موجود، بحيث ان انت لو استخدمته يعني لو استخدمته او جالك تاسك ان انت لازم تعمله تعرف تتحرك ازاي. طيب الفكره هي حاجات بسيطه. يعني هنا مثلا ان انت لو حطيت صوره، فتحط مثلا صوره اسمها فلاور دوت جي بي جي، لازم ان انت تحط الالت. يعني انت هنا الالت هو حاطي صوره زهره جميله، ده مثال، علشان لو الصوره دي لاي سبب، يعني هنا هو بيقول ان ذوي الاعاقه البصريه على فهم محتوى الصوره باستخدام قراءات الشاشه، يعني لو حد عنده لا قدر الله اعاقه بصريه ودخل الويب سايت ففي صوره، فالريدر بتاع البراوزر يقدر ان هو يقرا له ويقول له في صوره زهره جميله. حتى لو تاخدوا بالكم في الفيسبوك بقى عنده اي اي، لو الصوره ما حملتش يقدر ان هو يخمن، يقول لك شخص طويل بحديقه مثلا جميله، شخص يحمل حقيبه ومسافر، يقدر ان الاي اي ده يخمن ايه اللي موجود في الصوره. طيب لازم ان احنا نستخدم العناوين، يبقى اول حاجه لازم ان احنا نحط الالت في الايمج، لازم ان احنا نستخدم العناوين بشكل واضح. يعني العنوان، يعني العنوان الرئيسي يبقى H1، العنوان الفرعي يبقى H2. انا مثلا اسمي مصطفى وهتكلم عن نفسي، ما اجيش احط H6 مرحبا اسمي مصطفى محمد ده الموقع بتاعي، واجي مستخدم H2 اروح كاتب نبذة عني. فاكرين الموقع اللي احنا عملناها ده؟ غلط. لازم العنوان الرئيسي هو العنوان الرئيسي اللي هو انا مصطفى محمد مثلا، ده يبقى H1، لكن النبذة H6، استخدم باراجراف، اي حاجة تاني. طيب عندنا كمان الروابط، لازم يكون واضح، لازم يكون واضح النص بتاعها. يعني هنا هو كاتب ريزمي دوت بي دي اف، انت هتحمل السي في بتاع حد، كاتب هنا النص ايه؟ تحميل السيرة الذاتية. في الغالب الناس بتكتب هنا اضغط هنا، زي ما احنا عملنا برضو في اللينكات لما كنت بشرح لكم اللينكات، اضغط هنا، اضغط على الرابط، فبتبقى حاجة زي كده. لا، هنا لازم دي لازم الكلام هنا يكون واضح، يكون واضح هو هيعمل ايه بالظبط لما ادوس هنا، ايه اللي هيحصل. فاهمين قصدي؟ يعني ما اجيش هنا تحميل السيرة الذاتية مثلا اقول له ايه اضغط هنا للتحميل، طب ما هو كده في معلومة ناقصة، ما انا هحمل ايه بالظبط. طيب عدم استخدام النص البديل ده، الناس اللي ما عندهمش قارئات الشاشة او الناس اللي بيعتمدوا على قراءات الشاشة السكرين ريدر هيواجهوا مشكلة. العناوين مش مكتوبة بشكل صحيح هتخلي حتى محركات البحث الهيكلة بتاعت الصفحة هتتقرأ بشكل غلط، لأن هو مش هيبقى معروف أنهي العنوان الأساسي وأنهي العنوان الفرعي. استخدام رابط غير وصفية، ما بتوصفش إيه اللي موجود، اضغط هنا، دي في نوع معين من المستخدمين هيبقى الموضوع ده بالنسبة لهم صعب. يعني هو لما مثلا يشغل مثلا السكرين ريدر ويقول له اضغط هنا، طب ما انا هضغط هنا استفدت انا ايه؟ او هضغط هنا ليه يعني؟ فهي زي ما قلت لكم هي فكره جميله، وهي فكره يعني انسانيه زي ما بيسموها. انا استخدمتها مره او اتنين او تلاته بالكتير في حياتي. طيب هو تعليق من المستقبل، انا مش استخدمتها مره واحده في حياتي، احنا المفروض بنستخدمها دايما، بس في مره واحده او في تاسك واحد اللي طلب مني ان انا ادقق فيها وكان لازم اقرا عنها وافهم هي ايه بالظبط واطبقها باحسن شكل ممكن. لكن في الطبيعي احنا بنعملها بافضل شكل وبنعملها دايما، مش حاجه فرعيه، هي حاجه اساسيه. انت كده انا فهمتك الفكره، انت عرفت يعني ايه اكسسبل، عرفت يعني ايه اكسسبيلتي، ده الهدف من الدرس ده. فان شاء الله ان شرحي ليه هيكون واضح وتكون الفكره نفسها وضحت لك الفايده الكبيره منها، ازاي بتستخدمها، هي مجرد قواعد معينه بتمشي عليها. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.